بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. توكلنا على الله. يلا سيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلومنا شيخنا في الدارين، آمين آمين يا رب. أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء الله تعالى: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ ضائعا بلا فائدة. يعني ما هو العلم المجرد؟ من يجيب؟ ما هو العلم المجرد؟ المجرد عن العمل. ما معنى سائل؟ يعني مستغفر. ما معنى مجيب؟ يجيب الاستغفار. عن ماذا يستغفر؟ عن العلم ولا عن العمل؟ عن العمل. العلم ليس فيه استغفار، لأن العلم ليس فيه تقصير. التقصير في كونك تعلم ولا تعمل، هنا التقصير. أنا مذاكر درس الربا وأتعامل بالربا، تحاسب؟ أنا مذاكر درس نواقض الوضوء وأصلي من غير وضوء، تحاسب؟ فالجاهل يتعلم والعالم يعمل، فإذا لم يعمل العامل اعتمد على علمه المجرد، وهذا العلم المجرد لا يؤدي إلى نتائج مرجوة، فثمرة العلم العمل. شوف شوف، ما الدليل على أن صانع هذه الشقة ماهر؟ هذه الشقة، ما الدليل على أن صانع هذه المكتبة ماهر أو غير ماهر؟ هذه المكتبة. الصنعة تدل على مين؟ فالعمل يدل على علم العامل. العمل يدل على علم ليها. هل من مستغفر فأغفر له؟ ليه تغفر له؟ تغفر له التقصير في العلم ولا في العمل؟ في العمل. قل يا ابني. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. يا سبحان الله، شوف شوف، نعم الرجل، نعم ده أسلوب مدح. الرجل هو لو كان يصلي بالليل، إذن مدحه بالعمل ولا مدحه بالعلم؟ بالعمل. نعم الرجل هو لو كان يصليها بالليل، فصلاتك لليل عمل، وهذا العمل دليل على العلم. فإن إن الله لا يعبد على جهل، لا بد من علم حتى تكون العبادة قوية. ومن هنا يا مسلمين، يا مؤمنين، العمل هو طريقك إلى الله، ولن تصل بالعمل إلا بالعلم، والعلم أفضل ما عبد الله به، لأن العلم دال على وجوده. كيف عرفنا الله؟ بالعلم. كيف نعبد الله؟ بالعلم. كيف نحل الحلال ونحرم الحرام؟ بالعلم. كيف نصل إلى التقوى؟ واتقوا الله، ثمرة التقوى إيه؟ العلم. واتقوا الله ويعلمكم مين؟ ويعلمكم الله. إلا الكلام كان كلام ليس له معنى. نعم الرجل لو كان يقوم الايه الليل، اقل قيام الليل ركعه، اقل قيام الليل ركعه. متى يبدا قيام الليل؟ يبدا بعد صلاه العشاء. فمن صلى المغرب والعشاء جمع تقديم يجوز له ان يبدا بقيام الليل. يبدا بماذا؟ عادي، ما فيش مشكلة. قال مولانا الجنيد: طاشت كل ما فعلنا ولم ينفعنا إلا ركعات كنا نقومها بالليل والناس إيها نيام. قول يا سيد بطاطس.
وقال عليه الصلاة والسلام في رجل من أصحابي يا فلان. في رجل من أصحابي ده مبهم، لكن مبهمات الصحابة عادي. في رجل لا يعنيني هذا الرجل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ليس عندي مشكلة خالص. في رجل يعني ليس عندي مشكلة فيه خالص. يا فلان لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. أنا أنام الساعة 10 أستيقظ الساعة 5 عادي، مشكلة في هذه المدة هل فعلت ما يقربك إلى الله؟ لا، أدي معناها يجد صاحبه مفلس يوم القيامة. طيب خليك معي ابني، هنا قيام الليل ده يجعل الإنسان غني يوم القيامة. لماذا الإنسان ينام على كتفه الأيمن؟ النوم على البطن أهدأ نوم، ولذلك هو نوم الشيطان. النوم على مين؟ على البطن. فإذا نام الإنسان على بطنه ذلك أقرب إلى الشيطان وأحب إلى الشيطان، وهو تشبه بالشيطان وينام، ولذلك معظم الناس ينام على بطنه خاصة النساء والرجال أيضا. يعني ده أكثر هيئة ينام عليها الإنسان النوم على البطن، وهو نوم الشيطان. طب النوم على الشمال برضو ليس جيد، لكن النوم على الشمال يعني فيه راحة شوية. طب النوم على اليمين الراحة فيه أقل. طب السنة ننام على اليمين ولا على البطن ولا على الشمال؟ لماذا تنام على اليمين واليمين أقل راحة؟ حتى تتقلب، فإذا تقلبت استيقظت، فإذا استيقظت ذكرت الله. فلا تنام من 10 إلى 5 بدون ذكر. إنسان وهو نائم ثانية يستيقظ سبحان الله، ثانية الحمد لله. فهمتم؟ أي كلمة فيها الله. في بعض الذاكرين كان إذا نام على ذكر وهو نائم كأن قلبه يذكر، إذا توقف يشعر أن قلبه يذكر الله 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 الله، يكثر من كلمة الله 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 وينام يشعر أنه الله 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 وهو نائم سبحان الله. دي الإحاطة، إحاطة الذاكر. فإذا غفل الإنسان عن الله خلاص. فأدي معنى الكلام أن من لم يقوم الليل يأتي يوم القيامة مفلس. ما معنى مفلس؟ في مصر من يعمل مثلا ساعة فقير، طب من يعمل 10 ساعات غني. طب لماذا تعمل ساعة ستكون فقيرا؟ اعمل 10 تكون غني. فمن يعمل في اليوم 4 ساعات فقير. أدي معنى الكلام، أدي معنى الكلام. معنى الكلام أن من ينام كثيرا لا يعبد كثيرا، ومن يترك العبادة كثيرا ليس عنده ثواب كثير يوم الإيه؟ يوم القيامة. قول حبيبي. أيها الولد ومن الليل فتهجد به. تهجد به التهجد إن شاء الله في الشمائل، استغفر الله، في الخصائص. نحن في كتاب جديد نكتبه في الخصائص النبوية، هذه الخصائص منها التهجد. هل التهجد كان على رسول الله فرض ولا سنة؟ وما المراد به؟ لا في خلاف. وما المراد بالتهجد؟ التهجد كل صلاة بعد النوم. وما الفرق بين قيام الليل والتهجد؟ كل قيام ليل، بس قيام الليل عادي. كان أبو بكر يقول أنا أصلي ثم أنام، كان مولانا عمر يقول أنا أنام ثم أستيقظ فأصلي. فسموا الأول قيام ليل وسموا الثانية تهجد. لا، في خصائص اختلف العلماء فيها هل هي ثابتة ولا غير ثابتة. خلاص. وبالأسحار هم يستغفرون. السحر هو السدس الأخير من الليل.
الليل يبدأ من المغرب، من المغرب إلى الصباح 9 ساعات، نقسم 9 ساعات على 6، فيها الكم؟ 9 ساعات تقسم على 6 فيها كم؟ ساعة ونصف. إذا قلنا أن صلاة الصبح مثلا الساعة 5، إذن من 3:30 إلى 5 هذه هي ساعة السحر، وهذا هو وقت السحور، وهذا أقرب وقت يكون فيه الإنسان مع ربه، ساعة الإيه؟ السحر. الاستغفار ده اعتذار. طيب إذا كان الاستغفار ممن لا يرتكب الذنوب هو شكر، هو إيه؟ شكر. في واحد شكرا ليه؟ وأي حاجة شكرا وخلاص. لكن في سبب، لا نحن نستغفر الله لسبب ومن غير سبب. كان الرسول يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. الصحابة تسأل: يا رسول الله كيف تستغفر والله عصمك من الذنوب؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر إيه؟ ما تقدم. ليست عندك ذنب فلماذا تستغفر؟ قال كلام جميل، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ليه تمنعوني أن أكون عبدا شكورا؟ فاستغفر الله مني أنا: يا رب لقد ارتكبت ذنبا، أرجوك أتوسل إليك اغفره. طب استغفر الله من رسول الله؟ لا الأمر مختلف. أستغفر الله من رسول الله معناها الشكر والحمد لله. الشكر والحمد لمن؟ لله. خلاص. والمستغفرين بالأسحار ذكر. أسعد الناس صحيفة يوم القيامة المستغفرون، أسعد الناس. والاستغفار له مقام محمود عند الله. إذا ارتكب الإنسان حسنة الرقيب يكتبها على طول بدون مناقشة، لكن إذا ارتكب الإنسان سيئة، حكمة الله أن الرقيب أعلى رتبة من عتيد. فإذا ارتكب الإنسان سيئة عتيد يستأذن من رقيب، أكتب يقول أمهله ساعة. ساعة ليس 60 دقيقة، ساعة يعني فترة من الزمن، قد تكون نصف ساعة، قد تكون 10 ساعات، الله أعلم. فإن لم يتب قال اكتبها له سيئة، أراحنا الله منه. ومن هنا يأتي الإنسان يوم القيامة وقد فعل ذنب كذا وكذا، يقول: يا رب لقد ارتكبت ذنب كذا وكذا وكذا ولم أجد في الكتاب. هنا ربنا يقول كلام عجيب: عبدي سترته إلا أنه فضح نفسه. الله ستره لكن هو فضح نفسه. ثم من كرم الله على العبد أن يأمر الملائكة أن تحول السيئات إلى إيه؟ فترفعه إلى أعلى الدرجات. دي رحمة من الله، والله يغفر الذنوب ما دام الإنسان يستغفر، وما دام الرسول موجود. وما كان الله معذبهم وأنت، وما كان الله معذبهم وهم. والرسول فينا ولا ليس فينا؟ فينا ولا ليس فينا؟ عرفت منين أنه فينا؟ كيف عرفت مولانا؟ كيف عرفنا أن الرسول فينا مولانا؟ قولوا أنتوا الاثنين إن شاء الله من الأولياء. قول: فعندما يا أبو بكر لما يموت هؤلاء اجعل لهم قبران متجاورا، ونقول قبر الوليان، هذا قبر الوليين. اسمك إيه؟ سيدي فطري. ها؟ سيدي محمد شفعي. تكتب قبر سيدي محمد وتكتب كرمات. وكان رضي الله عنه وارضاه أنه إذا حضر الدرس يستمع، وهذا من كراماته أنه إذا حضر الدرس ينام. وكان من كراماتهما أنهما إذا أمسك القلم يكتبان. خلاص. وإذا سمعوا فكاهة يضحكان. أنا عايز 500 كرامة لهؤلاء الأشرار دول الاثنين. خلاص ماشي الحال؟ فهمت؟ طيب.
يا شباب الرسول فينا، الآية إيه؟ واعلموا أيوة أن فيكم مين؟ خلاص خلاص القضية مش محتاجة، القرآن هو واعلموا أن فيكم إيه؟ فلو كان الرسول ليس فينا الله لماذا يقول هذا الكلام؟ هذا الكلام للعموم، فالرسول فينا والرسول يعرفنا والرسول يفهمنا والرسول يعرفنا واحدا واحد، كما قال الشيخ كل من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يعرفه اسما، يعرفه ايه؟ يعرف كل حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم. قول يا سيدي. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك وصوت ليه؟ بالراحة بس. صوت الديك لا يصيح إلا إذا رأى ملك، والملائكة لا تنزل إلا رحمة. اثنين، وصوت الذي يقرأ القرآن. ما من إنسان يقرأ القرآن إلا وسحابة، حديث رواه البزار بسند جيد، إلا وسحابة فوق بيته تكون علامة لملائكة الرحمة، فإذا رأت الملائكة السحابة علموا أن تحتها ذاكر فينزلون بالرحمة والسكينة، حديث رواه البزار بسند جيد. وصوت المستغفرين بالأسحار. أحب الشيء إلى الإنسان أنه إذا أخطأ يعتذر، فإذا أخطأ الإنسان في ربه استغفر وإن لم يخطئ شكر، فلسان الشاكر ولسان المستغفر في غاية الجمال. قول يا ابني. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن الله تبارك وتعالى خلق ريحا بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. شوفوا الله تعالى إذا اطلع على الصحف وهو أعلم بما في الصحف، إذا اطلع عليها ورأى في بدايتها ذكر وفي نهايتها ذكر قال اغفروا لعبدي ما بين الذكرين. أنا اليوم في الصباح عندي درس وفي المساء عندي درس، الذكر في الصباح وذكر فين؟ كأن الله يقول للملائكة اغفروا للشيخ ما بين الدرسين، أدي معنى ما بين الذكرين. ففي الصباح نحن نستغفر ونذكر، وفي المساء نحن نستغفر ونذكر. هنا المولى وهو أعلم بما في الصحف يقول للملائكة اغفروا لعبدي ما بين الذكرين، يعني ذنوبه مغفورة ولا غير مغفورة؟ مغفورة، ببركة أنه قدم إلى الله الاعتذار في البداية. فهمت مولانا؟ قدم إلى مولاه الاعتذار فين؟ في البداية. قول يا سيدي. وقال أيضا إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش. فين تحت العرش؟ الجنة، سقف الجنة العرش. ألا ليقوم العابدون فيقومون ويصلون ما شاء الله. الكسلان زي حالاتي خليه نايم، لكن الذاكر يقوم. الكسلان نام يا ابني، نام وارتاح، ومن نام فاته الخير لها كثير. ثم ينادي منادي في شطر الليل. شطر يعني النصف، كل جزء من الليل هناك منادي يرغب الناس في أن يقوموا للعبادة. ألا ليقوم القانتون. ألا أداة تنبيه، من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، يعني ذاكر، ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين. إيه مئة آية؟ سورة الواقعة 96 والإخلاص 4، خلاص. من صلى الليل بعشر آيات ذاكر، ومن صلى الليل بمئة آية قانت. ده القنوت درجة مريم عليها السلام، يا مريم قنوتي قانتا لله، يعني القنوت دي مقام من المقامات العالية. كيف يصل الإنسان إلى درجة القنوت؟ سهلة سيدي، تقرأ الواقع وقل والله أحد، خلاص. في الصلاة من يقوى على القيام يقوم، من لم يقوى يصلي جالس. قيام الليل ليس شرط أن تكون واقف، لكن إن كنت صحيحا أنت واقف الأجر كامل، وأنت جالس نصف الأجر.
لكن إن كنت مريضا تأخذ الأجر كامل، الأجر إيه كامل. فيقومون ويصلون إلى السحر، فإذا كان السحر ينادي مناد ألا ليقوم المستغفرون، فيقومون ويستغفرون، فإذا طلع الفجر ينادي مناد ألا ليقوم الغافلون، فيقومون من فروشهم كالموتى نشر من قبورهم. ده مين دول؟ دول الذين استيقظوا الفجر. طب أنا أستيقظ الساعة 10 صباحا، من يستيقظ لصلاة الصبح ولم يقم الليل ميت. طب من يستيقظ الساعة 10 صباحا ده مجتهد. شوف كلام صعب، كلام صعب والله، كلام يعني يجعل الإنسان يبكي لكن القلب غير خاشع، عشان كده الشيخ لا يبكي، قلب فيه قسوة. من يستيقظ في صلاة الصبح ولم يستيقظ بالليل ده مين؟ موتى. موتى. طب من يستيقظ بعد صلاة الصبح بساعتين ثلاثة ده مين؟ مين ده مولانا؟ كلام في غاية الخطورة. عيد تاني يا ابني، عيد تاني. فإذا طلع الفجر ينادي مناد ألا ليقوم الغافلون، فيقومون من فروشهم كالموتى نشر من قبورهم. ده فجر الساعة 5:15. قول يا حبيبي. أيها الولد، روي في وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال. لقمان إما نبي وإما رجل صالح. لقمان من الذين اختلفوا فيهم هل هو نبي ولا ولي. بلده إما السودان وإما أسوان، يعني هو من الأعالي وكان أسمر اللون. اشتهر بالحكمة، والحكمة نوع من الهبات التي وهبها الله للأنبياء والمرسلين، فصاحب الحكمة فيه من الله نفحة، فيه من الله شيء. والحكمة لا تخرج إلا من عقل، إلا من لسان خبير. ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في مكانه المناسب، وضع الشيء في مكانه الإيه المناسب. قول يا سيدي. أنه قال: يا بني لا يكونن الديك أكيس منك. لا يكونن الديك أكيس، أكيس منك لأشد فطانة. خبر يا ابني، خبر يكون. الديك صاحي قبل الفجر. اثنين، الديك ينادي، أنت نائم ولا تنادي ولا تقوم. نتيجة الديك إيه؟ نهاية الديك إيه؟ يؤكل، أنت تأكل. الديك كون ترابا فكان ترابا، أما أنت إما إلى الجنة وإما لا قدر الله، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. في فرق بين الاثنين، في فرق كبير بين الاثنين، في فرق كبير بينك وبين الديك. أنت الله اصطفاك، أنت الله اختارك إنسان، أنت لا تؤكل، أنت تأكل. فجأة الديك عمل الصالح أفضل منك، لا، اتق الله، اتق الله. يا بني لا يكونن الديك أكيس منك، ينادي بالأسحار وأنت نائم. أدي وجه الكياسة، أدي وجه الأفضلية. هو صاحي يرشد الناس إلى الخير وأنت نائم. ولقد أحسن من قال شعرا:
لقد حتفت في جنح ليل حمامة. لا بالراحة شوي. لقد هدفت في جنح ليل حمامة. جنح يعني جزء من الليل، الجناح جزء من الطائر. على فنن وإيه وهنا وإني لنائم، كذبت وبيت الله. لا هنا مش كذبت، هنا كذبت، كذبت وبيت الله. لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. نعم أصل كذبت ده فاعل، طب سبقتني ممكن 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 تنفع كده وكده، تنفع للمتكلم وتنفع لمنها المخاطب. كذبت وبيت الله. لو كنت عاشقا أي لو كنت محبا لله لما سبقتني حمامة. الحمامة تنادي بالليل حي على الصلاة وأنا نائم، ثم أنا أستيقظ من النوم الساعة 10 صباحا أقول أنا محب لله. شوف شوف الشاعر، الشاعر بيقول لك قوم تسلوا عنه بالحلم، كيف تدعي أنك تحب الرسول وتنام؟ لو كنت تحب العاشق لا ينام. صح، أنت تعشق امرأة عشان كده لا ينام، لكن إن كنت لا تعشق تنام. حال العاشق ينام ولا يفكر في المحبوب؟ ايوه ما تخافش، يفكر فينها كما تفعل انت. صح، لا تكذب، لا تكذب، تكذب ليه؟ العاشق كده، العاشق دائما يفكر. هات رجل يعشق امراه لا يفكر فيها، يفكر فيها دائما دائما يفكر فيها. هو العشق كده. ليه سمي عشق؟ عشق يعني كانه تعشق، تشرب بحبها، فصار لا يرى إلا هي. هو ده العشق. يعني في فرق، الحب درجة خفيفة شوية، الحب ميل القلب إلى المحبوب، يحب أن يراه، يحب أن يسمعه. لا لا لا، العاشق كما قال مجنون ليلى إن أفضل اسم لقيس أن تقول يا عبدها. لو قلت له يا عبد ليلى هو فرحان. أفضل أسمائية أن تنادي بليلى. شوف شوف، تحول من رجل إلى اسم امرأة، بالعكس هو جميل. قيس عندما يبكي حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا جاء أو ذاك إذا حضر، وخيرهما ما شاهد النظر. إن يسمع عن المحبوب يا سلام، إن يتكلم مع المحبوب يا سلام، إن يرى المحبوب يا سلام. شوف درجات، درجات عشق، إحاطة. يا قيس ما لك تنظف هذا الكلب وتقبله؟ قال رأيته يمشي بفناء ليلى، فليس الحب للكلب ولكن الحب لمن رأى ليلى. هو ده، ده العشق. نعم، شوف شوف شوف، صرى طيف من أهوى فأرقني. هواء، بس هواء، هواء من أحب مر على قلبي. فعندما مر على قلبي إيه اللي حصل يا مولانا؟ ها، صار في شجو، في عشق. سبحان الله، هذا من يحب. كنت مرة في آخر مرة مسافر أندونيسيا، فكان في امرأة من أندونيسيا تركب معايا تسافر، مش عارف من جدة حاجة زي كده. فهي تسألني كم ساعة على أندونيسيا، قلت لها 5 ساعات. هي تفرح قوي، امرأة 30 سنة، 35 سنة، فرحانة تصفق كده، مجنونة. خير يا ستي؟ قالت أنا 5 سنوات لم أذهب إلى أندونيسيا، فرحانة. فاضل كم ساعة؟ 5 ساعات، نحن قريب من الهند.
لسه 5 ساعات تصل إلى أندونيسيا، هي فرحانة خالص لتحب بلدها. محبتها إلى البلد جعلتها في شوق، فكلما تشعر أن الوقت ها قريب كلما زادت الإيه الحب. فإذا نزلت انغمست في الحب. دي القضية. شوف الشيخ كيف تدعي أنك تحب والحمائم سبقتك. وأزعم أني هائم ذو صبابة. الهائم كأنه شوف من كثرة ما يعشق الإنسان إن تكلمه ينسى، إن جاء يتكلم يتلفظ باسمها. هائم في دنيا، هو يسكن هنا، فين المحبوبة؟ المحبوبة في ماليزيا، فهو جسدا في مصر وقلبا في ماليزيا. هو ده الهائم، هو ده الشوق. لكن كلام الحب يا سيد لقمان لا يعرفه إلا المحبين. خلاص، فمن ذاق إيه عرف، ومن أكل شبع. خلاص، ومن شبع نام، ومن نام استراح. طيب، وأزعم أني هائم ذو صاحب صبابة، كأن الحب صب صبا في قلبه والقلب إناء، فامتلأ الإناء حبا فلا مجال في قلبه إلا للمحبوب فقط. لربي فلا أبكي وتبكي البهائم. يا سلام، أنا أبكي؟ لا أبكي، لكن البهائم تبكي. فصار حال هذا الرجل الغافل عن المحبوب البهائم أفضل، لأن البهائم تبكي على الفراق، أما هو لا يبكي على الفراق. ألا يساوي ربك عندك محبة أنثى؟ من الأولى بالمحبة، الأنثى ولا الرب؟ الرب. ألا يساوي ربك أن تكون عبدا في صبابة وفي شوق لربك حمامة أحبت ربها أكثر من إنسان حباه الله بنعم أكثر من الحمامة بكثير. ولقد كرمنا بني آدم. اقراها تاني، اقراها بالضم مفيش مشكلة. لقد حدفت في جنح ليل حمامة على فلل وهنا وإني لنائم كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لو سبقتني بالبكاء الحمائم. وأزعم أني هائم ذو صبابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم. سبحان الله. قول يا ابني. أيها الولد، خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي. اعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي. إذا جاء إنسان وقال لك أنا من الأولياء ولا يصلي، كيف؟ أنا من الأولياء ولا يصلي على النبي، كيف؟ علامة التقوى العمل، علامة العلم العمل. جاء رجل سوداني سنة 62 أعدم، قتلوه حكومة، قتلته في السودان. هذا الرجل قال أنا لا أعبد الله. لماذا مولانا؟ قال لأن الله قال واعبد ربك حتى يأتيك، وأنا جاءني اليقين. فصار لا يعبد الله. ما معنى اليقين؟ معنى اليقين الموت. الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اعبد ربك حتى تموت. الإنسان يصلي قائم، فإن لم يستطع صلى جالس، فإن لم يستطع صلى نائم، فإن لم يستطع صلى بلسانه، فإن لم يستطع صلى بعينه، فإن لم يستطع أجرى الصلاة على قلبه، فإن لم يستطع لابد أنه ميت. الصلاة لا ترفع من الإنسان أبدا. طيب، الرسول كان يصلي إلى أن ينتقل للرفيق الأعلى. طيب، هل هناك رفع من التكاليف؟
ما فيش. مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وارضاه من أكابر العلماء قال: سمعت صوتا لم أسمع أحسن منه، قال: يا عبد القادر، أنا ربك وقد رفعت عنك التكاليف. يعني إيه؟ يعني لا صلاة ولا صوم ولا عبادة وأنت من أهل الجنة. صحيح، والله يا رب حاجة، كتر خيرك يا رب، جميل أوي يا رب إن الإنسان يدخل الجنة بدون عمل، لا يصلي ولا يصوم ولا حاجة خالص. يعني أنا كده ربنا قال لي: يا هشام أنت داخل الجنة. يعمل يا هشام بكرة؟ لا يذهب إلى الدرس، يذهب رحلة إلى شرم الشيخ خلاص، نذهب إلى كوالالمبور ثم نركب طائرة على الجزيرة، خلاص نذهب إلى الجزيرة ونقعد في الجزيرة أنا وكبير الأولياء هناك لنوفو، ونجلس في الجزيرة. ليه؟ فيش عبادة، رفع عنك التكليف. قال: فقال الجيلاني: اخسأ يا لعين. اخسأ يعني شيطان لعين. قال: فسمعت صوتا لم أسمع أقبح منه. قال: كيف عرفتني؟ لقد فعلتها مع كذا وكذا من العباد. يأتي للعابد يقول: أنا ربك وقد رفعت عنك التكليف، يفرح. قال: لأنك متصور وإن الله لا يتصور. أنت إيه؟ لك صورة، والله لا يتصور، ليس كمثله. فالعلم عصمه. لا تظن أن الكتاب كله عمل، عمل لا يوجد علم، ما هو عمل من غير علم كيف يكون؟ لكن القضية أن العالم صار كسلان، فصار يعتمد على الكتاب ويترك العبادة. لا شوية شوية مولانا، شوية شوية عشان ربنا يكرمك. الأكابر كانوا يصلون، كان الرسول يصلي حتى تورمت إيه قدما، وربنا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي. يعني الله تعالى قل له بالراحة شوية شوية. لكن العبد العابد الطائع من غير علم صيد سمين للشيطان، يستطيع الشيطان أن يلعب معه بالوسوسة، يستطيع أن يلبس عليه. ما هو ده مشكلة الخوارج. مولانا عمر ابن عبد العزيز مسك الخلافة سنة كام؟ 99، ومات سنة كام؟ 101. قابل الخوارج الذين كانوا يبكون ويصومون وعندهم مرتكب الصغيرة كافر، وليس عندهم صغائر، كل الذنوب عندهم كبائر. ماذا قال لهم عمر بن عبد العزيز؟ يقومون الليل ويصلون و و و و قال: إنكم أردتم الطريق إلى الله إلا أنكم أخطأتم الطريق. هكذا الطريق إلى العباسية وسيدنا الحسين، هكذا الطريق إلى التجمع. أنت رايح فين مولانا؟ أنا رايح سيدنا الحسين. كيف تمشي؟ أمشي كده. ينتهي من التجمع الأول والتجمع الثالث والتجمع الخامس ويذهب إلى البحر، ولن يجد سيدنا الحسين. لكن لو كان مشى في الطريق الصحيح ربع ساعة سيدنا الحسين. أدي معنى الكلام: إنكم أردتم الطريق إلى الله إلا أنكم إيها ضللتم الطريق. أنا أريد أصنع ملح، طعام مالح، أنا أضع الملح، لو أخطأت ووضعت السكر الطعم اختلف، تحول الشيء من طبخ إلى حلوى. بدل أن أضع السكر وضعت لها الملح، فتحول من طبخ إلى مين؟ إلى حلوى. الطبخ له طعم والحلوى لها طعم، لكن خطأ واحد أفسد الدنيا. قول يا سيدي. يعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل. يعني كل ما تقول وتفعل وتترك، ويكون باقتداء الشرع، كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق
تكون عاصيا أو صليت في ثوب مغصوب وإن كانت صورة عبادة فأثم. يعني أنا ذهبت إلى واحد اسمه علي معايا مسدس، قلت له هات هذا الثياب اتفضل، سرقة ولا غصب؟ لماذا ليس سرقة؟ ده أنا أنادي حرامي عندما يمشي، حرامي حرامي، لم أقول غاصب غاصب، سرقة ليه غصب؟ سرقة ولا غصب؟ ها أنا أنادي أقول حرامي ولا أقول غاصب؟ حرامي، يبقى سرقة ولا غصب؟ سرقة صح؟ صح؟ خايف ليه يا ابني؟ قول خطأ، أنا ما عنديش مشكلة، راجل ديمقراطي. غصب ها؟ سرقة، أيوة كده، إجابة خطأ، أيوة كده. أنا عايزك تتكلم حتى أنا أقول إجابة خطأ، إيه المشكلة ولا حاجة؟ يا سيد بطاطس، السرقة أخذ الشيء خفية دون أن يرى من السارق، لا أعلم. الغصب سيد بطاطس ده عندما يأخذ هذا الموبايل ويراني ويخوفني أنه يقتلني اسمه غاصب. أنا أذهب إلى القسم، من الذي أخذ الموبايل؟ مولانا لقمان. الحكومة تعرف، أنا أعرف، لكن السارق لا نعرفه. ومن هنا شدد الشارع على عقوبة إيه؟ السرقة. الغصب تعزير، القاضي هو حر، لكن السارق تقطع إيده إذا سرقها من حرز خفية، أخذ شيئها خفية. هذا الغاصب توضأ وصلى في ثوب مغصوب أو في ثوب مسروق، حكم الصلاة صحيحة لكن في حرمة، لأنه صلى في ثوب سرقه أو غصبه. حكم السرقة حرام، حكم الغصب حرام. هذا الرجل عندما صلى في ثوب مغصوب، حكم الصلاة صحيحة لصحة الأركان والشروط مع الحرمة، لأنه يصلي في ثوب مغصوب أو مسروق. هو يصلي نعم، طب كيف تصلي وتضيع ثوابك؟ لأنك عندما تسرق أفقدت ثوابك. يلا يا ابني عشان نقف عند أيها الولد وبعدين نرجع نكمل تاني. أيها الولد، ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع. فإذا كان قولك وإذا كان فعلك مخالف للشرع أنت منافق. مع مين أولا؟ مع نفسك. مين المغتر؟ مين المغتر؟ المغتر هو الذي لا يحسن العمل ويظن أنه يحسن. أنت عارف أنا مين؟ أنت مين؟ أنا من العلماء، أنا من الأتقياء، أنا أنا أنا، وهو استغفر الله مرتاء، فأراد أن يصلح إلا أنه أفسد، فجاء يوم القيامة من الخاسرين. ومن هنا يا أهل الله، عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم، خلي بالك من نفسك حتى لا تخدع نفسك وتكون من المغترين المغرورين. اعرف حقيقة نفسك أولا، وكل من اتهم نفسه بالكمال مقصر، وكل من اتهم نفسه بالتقصير سيصل إلى الكمال. خلاص أنا هشام أهو، أنا أعلم واحد خلقه الله في الدنيا، لن أقرأ لن أتعلم، لكن إن قلت أنني أجهل إنسان في الدنيا سأتعلم وسأذاكر، وكلما أتعلم وكلما أذاكر كلما أزداد علما وأزداد قربا. فمن اتهم نفسه بالكمال نقص، ومن اتهم نفسه بالتقصير وصل. العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة. أنت تتعلم لماذا؟ حتى تعمل. تعمل بماذا؟ بالشرع، لكن لو ليس عندك علم وليس عندك عمل خسران. كيف نعرف العالم؟ موافقته للشريعة. كيف نعرف الأولياء؟ موافقتهم لمنها؟ للشريعة. إنما ولي لا يصلي، الأمر في صعوبة، كيف ولي وكيف لا يصلي؟
هل الولي معصوم؟ الولي غير معصوم، الولي محفوظ بس يصلي، لا يرتكب كبيرة. كيف يرتكب كبيرة ويكون ولي؟ هو يصلي مع ناس بعيد عن البلاد، لا نعترض، بس المهم أنه يصلي. ولي في نهار رمضان يفطر، إن كان مريض خلاص، لكن كيف وهو صحيح ويقوى على الصيام ويفطر؟ كان في واحد اسمه الحسن ابن الصباغ. هذا الرجل هو زعيم الحشاشين، فرقة اسمها الحشاشين. فرقة الحشاشين يقولون أن الحشيش حرام، ولكنهم يزرعونه ويبيعونه للناس، ومنهم من قال أن الحشيش حلال. تعملوا إيه؟ قالوا نصرف به على الدعوة. يبيعون الحشيش ليصرف على مين؟ هذا الرجل كان له أتباع كثيرة، وهو يمشي وجد الرجل فوق جذع شجرة، يعني شجرة برتقال، رجل كبير، يعني رجل عنده 70 كيلو 80 كيلو، يجلس فوق جذع شجرة سيسقط. فقال له: ويحك ستقع. قال: ايه الموضوع؟ كله بقضاء الله، فلو أراد لي الله أن أقع سأقع، لم يرد أن أقع لن أقع. قال الحسن بن الصباغ: هنا أبني دولتي، مع ناس لا تفهم. يعني الشيخ يفتح الشباك ويمشي، والله إن مشيت على الهواء بقدرة الله، وإن وقعت إلى الأرض وأموت بقدرة الله. يا مولانا، الله لا يختبر. أنا عندي سيارة من غير بنزين، أنا أمشي، هي تمشي بالبنزين ولا البنزين سبب؟ خلاص سنترك السبب ونعتمد على رب السبب. فإذا أراد الله أن السيارة تمشي تمشي، السيارة تقف تقف، هذا كلام لا يقبله الله. فهمتم؟ إذا كان الله حقا السيارة تمشي من غير بنزين، الله باطل السيارة ستقف. الله لا يختبر. الله إيه؟ عايز تجرب كده، اسألني سؤال كده: يا مولانا نعم سأسألك سؤال، إذا أجبته أنا سأحضر الدرس، إذا لم تجيب أنا لن أحضر لك الدرس مرة أخرى. قبل أن أجيب لا أريدك أن تحضر. ليه؟ الشيخ لا يختبر. أنت مقتنع بالشيخ تعالى، غير مقتنع بالشيخ لا تأتي، لكن أنا أعمل امتحان للشيخ، فإذا أجاب أحضر، إذا لم يجب لا أحضر. عيب عيب. أنت تريد تحضر الدرس تعالى، لا تريد لا تأتي، لكن لا تفعل مشاكل مع الشيخ، فما بالك بمن يفعل مشاكل مع الله؟ إذا فعل الله كذا إذن هو إله، إذا لم يفعل ليس إله. قبل أن يفعل أو لا يفعل أنت كافر، لأنك كأنك علقت إيمانك وإسلامك على شرط، والإسلام أعز من أن يعلق على شرط. فهمتم يا أهل الله؟ الإسلام أعز وأكرم من أن يعلق على شرط. رجل قال: إذا شفى الله مريضي أنا مسلم. طب إذا لم يشفي مريضك أنا كافر. خلاص أنت كافر من الآن حتى ولو شفى الله مريضك، لأن الإسلام أعز من أن يعلق على شرط. وينبغي لك ألا تغتر بشطح غرامات الصوفية. إيه الشطحات؟ يعني إيه صوفية؟ مسلمين ولا كفار؟ صوفية مسلمين ولا كفار؟ هل التصوف نظريات فلسفية؟ ما معنى التصوف؟ التصوف معناه سلوك. يعني سلوك يمشي. من يريد أن يذهب إلى مصر الجديدة يسلك طريق صلاح سالم، من يريد أن يذهب إلى المطار يسلك يعني يمشي طريق الاستوراد. من الذي يسلك؟ بس لا تسلكي هذا الطريق. من الذي يسلك؟ المريد. بس خلاص، مريد
وطريق ونقطة الوصول. أنت مين؟ أنا مريد. ماذا تريد؟ أريد الله. كيف أصل إلى الله؟ امشي في الطريق. هنشرح باختصار. أنت مين؟ أنا قاصد. ما معنى قاصد؟ أنا طالب. ما معنى طالب؟ أنا مريد. تريد ماذا؟ أنا أريد الله. الغاية. كيف أصل إلى الله؟ الطريق. يصلي، يصوم، يعبد، يتقرب. الطريق إلى الله طاعة. البعد عن الله عدم الطاعة. كلما سجد الإنسان كلما اقترب. غايتنا رضا الله، طريقنا العبادة، ثمرتنا يعني ثمرة الرضا الجنة. الامتحان ليس غاية، الامتحان طريق يوصل إلى غاية. إيه الغاية؟ أن تعمل. أنا مهندس، تبني مدرسة، تبني معهد، تعمل برج. أنا طبيب، وسيلة تعليم، مستشفى وسيلة طريق. نهايتك وغايتك أن تعلم، أن تعالج الناس وتمرضهم. ومن هنا يا أهل الله، ما هو التصوف؟ التصوف هو الزهد. خلاص، مين يعترض على الزهد؟ لا أحد. طب لماذا الناس تعترض على التصوف؟ لأن ظهر بعض الناس يقومون بأعمال غير جيدة من الصوفية. طيب إيه رأيكم الآن؟ نحن مسلمين ولا مش مسلمين؟ مسلمين. هل نحن صورة جيدة للإسلام ولا؟ الله أعلم. الإسلام قوي، نحن ضعفاء. الإسلام كريم، نحن بخلاء. الإسلام علم، نحن جهلاء. الإسلام رحمة، نحن في عداوة بيننا وبين بعض. الإسلام مكارم الأخلاق. طريق إلى الله عن طريق الطرق الصوفية باختصار. كل طريق فيه طاعة، أنا لا يهمني أن تقول صوفية أن تقول زهاد، النتيجة عندي واحدة، أن نعبد الله. طريقك إيه؟ أنا طريقي مثلا طريقة ألف. طريقة ألف ما معناها؟ معناها أن تصلي الخمس فروض، وأن تصوم رمضان، وأن تقول أذكار الصباح والمساء، وأن تحب الأولياء. هذه الطريقة ما الخطأ فيها؟ ليس فيها خطأ. ما معنى طريقة ألف؟ أن الشيخ الكبير اسمه ألف، له منهج. هذا المنهج لا يخالف الله ولا يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نتبعه، فصار طريقنا ألف. طيب أنت تتبع ميم؟ أنا أتبع طريق باء. ما معنى باء؟ باء يشربون الخمر. خلاص، ليس طريق إلى الله. باء لا يصلون، ليس طريق إلى الله. باء يعتقدون اعتقادات كفر، إذن طريقة باء ليست طريقة. ليست يا مولانا طريقة. أنا الآن هشام أريد أن أتعلم حرفة، تعمل يا مولانا؟ أنا أريد أن أكون بائع كتب. ماذا أفعل؟ أنا أصدقائي في دار السلام، أروح أجلس جنب بجوارهم كده خمس ساعات سبع ساعات، أقول لهم كيف أفعل مكتبة. يقولون مثلا في كتب تأتي من المعرض، آخر يوم من المعرض تكون الكتب فيها رخيصة، تشتري الكتب غير الموجودة. إذا اشتريت الكتب غير الموجودة الناس سوف تأتيك. كيف تزدهر المكتبة إذا كانت تبيع كتب غير موجودة؟ فمثلا كتاب يتكلم عن فوائد البطاطس، كل المكتبات تتكلم عن فوائد البطاطس، لا يوجد كتاب يتكلم عن فوائد البطيخ. أنا عندي مكتبتي يباع فوائد البطيخ، تجدني الناس تأتي، الناس تسأل، سأعرف بسرعة، أطلب أي مال الناس تدفع لي قليل.
فهمت؟ هذه القضية، هذه القضية. فهنا مولانا إذا كان الطرق توصل إلى الله لا مشاحة في الألفاظ، نقشبندي، شاذلي، رفاعي، ماذا يفعلون؟ إن فعلوا خطأ نتكلم. طيب ممكن الإنسان يغتر، أنا عندما أفرح بكرامات أولياء شيخي، كان المشايخ عندما تصدر منهم كرامة ويلاحظون أن الشيخ أو الطالب ينظر إليهم على أنهم قد فعلت لهم كرامة عظيمة كانوا يضحكون. يضحك ليه؟ يضحك علشان يشعرك أن الموضوع بسيط. قال العلماء ما أفلح ملتفت. أنا أحدثكم في هذا الموضوع مرة جاية. يعني ما معنى ما أفلح ملتفت؟ يعني لا تقف عند الكرامة، قف عند رب الكرامة. مرة زمان كنت أتكلم مع واحد، هذا الواحد عندما تكلم معي هو لا يعرفني، أول مرة يراني، زمان زمان قوي، فحصل مشكلة بينه وبينه. فبعدما تكلم معايا وأنا أعارضه وهو يعارض وهو زعلان وأنا زعلان، قال كلمة أنا إلى الآن أفكر فيها، قال: أنتم يا أصحاب الشريعة والقانون كلامكم هكذا. هذا الرجل لا يعرف أنني تخرجت في كلية الشريعة والقانون، كيف أعرف؟ لا شك أنه يعني إن شاء الله من الأولياء، لكن أنا أفكر كيف عرف هذا الرجل؟ أترك كيف عرف، المهم تقدم أنت حتى تعرف. دي القضية. أنا الآن من الأولياء، تعمل يا مولانا من الأولياء، أنا سأجعل هذا الكوب المملوء بالماء فاضي. بسم الله. دي كرامة ولا ليست كرامة؟ كان مملوء بالماء فاضي، ليست كرامة؟ ليست كرامة؟ ليه؟ لأنها أمر عادي. طيب الكرامة غير عادي، لذلك الكرامة تجعلك تلتفت. عشان كده الشيخ بيقول لك لا تلتفت، لأن الكرامة أمر خارق للعادة يظهر على يد ولي. هذا الأمر الخارق للعادة غريب سيجعلك تلتفت تلتفت، ومن هنا ما أفلح ما وصل ملتفت. ما أفلح إيه؟ فإذا رأيت الكرامة تقرب إلى الله حتى تصل إلى الكرامة، لا أن تنشغل بصاحب الكرامة، لا أن تنشغل بيه مولانا. شوف شوف شوف، اليهود فتحت الشجرة فدخل فيها مين؟ زكريا، ثم أغلقت الشجرة. دي كرامة، دي كرامة عظيمة. شجرة خشب، زكريا يجري وهم يريدون أن يقتلوا زكريا، فجأة الشجرة إيها فتحت، دخل مين؟ زكريا، فأغلقت مين؟ اختبأ داخل الشجرة. امشوا، سبحان الله، كرامة. يا ريت كرامة، دي معجزة، دي على يد نبي، معجزة أقوى. يلا امشوا، لقد رأيتم الكرامة. فجاءوا بمنشار وشقوا الشجرة، فعندما شقوا الشجرة مات مين؟ زكريا. الكفار لم يلتفتوا إلى الكرامة. أنت كمسلم تلتفت إلى الكرامة؟ يعني هؤلاء الكفار لم يهتموا بالكرامة وقتلوا الرجل، لم يهتموا بالمعجزة وقتلوا الرجل. ما أفلح إيها ملتفت. فلا تلتفت يا ابني. الكرامات كتير، كرامات قليلة. هل لابد للولي أن يؤيده الله بكرامة؟ أبدا أبدا. إذا كان الله لا يؤيد النبي بمعجزة، هو حر، قد يؤيده بمعجزة وقد لا يؤيده. المعجزة دليل على أنه نبي، لكن ليس شرطا أو ليس جبرا أن الله يؤيده بمعجزة. فقد يأتي نبي وقد يأتي رسول وليس له إيه؟ عادي. هل كل ولي لازم أن يكون له كرامة؟ لا، كثير من الأولياء المختفين.
مولانا ابن عربي ده يعني من الأندلس، وجاء عاش في مصر ثم ذهب إلى دمشق ومات ودفن في دمشق في جبل قسيون. هذا الرجل عجيب عجيب قوي، اسمه ابن عربي الصوفي. هم في ابن عربي، هم الاثنين اسمهم ابن العربي، الاثنين من الأندلس والاثنين مالكية والاثنين من الأكابر، بس في واحد صوفي وفي واحد ايه غير صوفي. الثاني اللي هو مين؟ صاحب أحكام القرآن، تفسير آيات الأحكام القرآن، أندلسي عصر واحد. فجاءوا بتفرقة فقالوا ابن العربي، إذن هذا على الفقيه. ابن عربي، هذا على مين؟ على الصوفي. هذا الرجل قال لهم كلام عجيب. هذا الرجل مات سنة تقريبا 636 أو 638، قال كلام عجيب. قال إذا دخل السين في الشين ظهر قبر محيي الدين، يعني محيي الدين ابن عربي. إذا دخل مين؟ السين، حرف السين في الشين ظهر ظهر مين؟ وبالفعل وبالفعل دخلت الدولة العثمانية فين؟ عثمانية فين؟ في الشام. مين قائد الدولة العثمانية؟ سليم الأول. آدي السين، إذا دخلت السين فين يا مولانا؟ في الشين. ما هي الشين؟ الشام. ظهر قبر محيي الدين، بنى له مسجدا ومقاما عظيما على جبل قسيون. شفت الشيخ بيقول ايه؟ يعني معنى الكلام، إذا جاء سليم الأول ودخل بلاد الشام سيبني مسجدا كبيرا لمحيي الدين ابن عربي ويظهر قبره، وقد حصل. أدي معنى الكلام، إذا دخل السين في الشين ظهر من قبر محيي الدين. هذا الكلام قالوا على الأقل 300 سنة، على الأقل 300 سنة فرق. ده إخبار بالغيب. ها كيف عرف الغيب؟ أمر خارق للعادة يظهر على يد رجل إيه؟ خلاص، هذه ابن عربي، هذه سيدي ابن عربي، أمر بسيط خالص، دي كرامة. لكن ما أفلح ملتفت، افعل كما كان يفعل في الخير. طيب كلمة شطحات دي أنا يعني يا ريت تذكروني يوم الاثنين الجاي، أنا أكلمكم عن كلمة الشطحات كتير. بس لا، شطحات دي كل واحد له شطحات. يعني إيه شطحات؟ إحنا مش معصومين، المعصوم الرسول فقط. فإذا صدر من الولي ما يخالف الشريعة أنا لا أتبعه، ولا أنا أتبعه، وأنا لا أتبعه إلا فيما أحل الله، أما فيما حرم الله أنا مش فاضي. فهمتم؟ طيب كن كالميت في يد شيخك. يعني إيه؟ الميت ليس له إرادة، أن تكون في يد شيخك ليس لك إرادة يا مولانا، معناها أنت لا تفهم. فإذا شيخك فهمك اسمع كلامه. يعني مرة واحدة ارتكب معها واحد الزنا، في المحكمة سألوها، ليس في مصر، في بلد عربية، لماذا ارتكبت الزنا؟ قالت هو قال كن في يد شيخك كالميت، فأنا كالميت وهو يفعل ما يشاء. الله لم يبيح الزنا لا للأولياء ولا للأغبياء، الزنا حرام، وكل ما خالف الرسول لم يخالف الشرع صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يصلي، الرسول كان يصوم، الرسول لم يكن يسكن في مصر ويقول أنا أصلي في أمريكا. فهمتم ولا ما فهمتوش؟ الرسول أيد بمعجزات، والصحابة أيدوا بكرامات. لم يرد أن واحدا منهم هرب من الشرع ولا تخلى عن الشرع. لكن في بعض الناس يقول في ظاهر وفي باطن. ما هو الظاهر؟ أنتم علماء الظاهر، لكن نحن علماء الباطن. وإذا قلت له شيئا حتى يتعلم شيء في حياته يقول نحن ليس لنا في الظاهر نصيب، نحن لنا في الباطن. لا، تعالى، يعني الباطن لا تصلي؟ يعني الباطن لا تصوم؟ يعني الباطن لا تعبد الله؟ لا، الأمر مختلف. الأمر هنا إيه؟ نقف عند كلمة شطحات الصوفية دي، المرة الجاية أنا أكلمكم فيها أكثر. اللهم صل أفضل صلاة على
حلقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما كالذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. آمين آمين. صلى الله وسلم وبارك عليه وسلم.